السلام عليكم. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في السترينج اكشن ان بيمز او الانترنال لودنج بتاعة البيمز اللي بتأثر جوه البيم، تمام؟ بدأنا كده انتروداكشن سريعة، وبعد كده حلينا مسألة صغيرة. عندنا بقى النهارده دي كده هنكمل في نفس الكلام، اكزامبل تاني كده. مدينا بيم، البيم ده متقسم مسافات، الحتة دي 3 متر، الحتة دي 3 متر، بعد كده عندك 5 متر، وعندنا آخر حتة 3 متر. جميل. ومديك في عندك هنا سبورت، عندك عند النقطة دي في سبورت، رولر سبورت، وعندك هنا هنج سبورت، وبيأثر عندك فورسز distributed force على البيم كله، قيمتها 600 نيوتن، 600 نيوتن كل متر. Newton per meter. وعندنا عند النقطة 3 اللي في النص دي في عندنا force 1000 نيوتن، وفي فري كابل قيمته 10^4 نيوتن بير متر. ايه اللي مطلوب مننا؟ اول حاجة بيقول لك درو ذا ثراست فورس دياجرام، شير فورس دياجرام، بيندينج مومنت دياجرام. ده اول حاجة. وبيقول لك write down the equation. equations بتاعت thrust و force، thrust و shear و bending، تمام. أول حاجة في الحل بتاعنا عشان نبدأ الحل، نبدأ نعمل ايه؟ نرسم ال نجيب ال internal reaction أو ال sorry ال external reaction الموجودة هنا. هنسمي النقطة دي اسمها ايه؟ والنقطة دي اسمها B. وعندنا هنا كام رياكشن؟ عندنا هنا هنسميه AY، وعندك هنا BY، وعندك في الاتجاه ده BX، تمام. نبدأ نأبلاي بقى الأبلاي إيكوليبريم إيكويجن تو get external reactions. اول حاجة عندك انت بتقول summation forces in x direction، summation forces in x direction هتطلع منها على طول summation forces in x direction بتساوي 0، وادي البوزيتيف، يبقى انت عندك على طول منها هتقول ان ال بي اكس هتساوي مين؟ هتساوي الالف، يبقى عندك بي اكس ايكوال 1000 نيوتن. بعد كده عندك سميشن، نبدأ بالمومنت، ناخد المومنت عند النقطة A، سميشن مومنت about A ايكوال 0، وادي البوزيتيف، يبقى احنا عندنا اول حاجه، هل ده هيعمل مومنت؟ انت عندك الريزلتنت فورس بتاع ده قيمته قد ايه؟ بتاعت 600، بتاعت 600 دي هتبقى قيمه الريزلتنت فورس بتاعتها هتبقى 600 في الديستنس بتاعتها قد ايه؟ الديستنس بتاعتك دي 3 و3 و3 9، وعندك 5 يبقى 14، الكلام ده مضروب في 14، تمام؟ يعني دي بتساوي طيب. وعندك ايه تاني؟ في حاجه تاني بتعمل مومنت؟ عندك طبعا ده بيعمل مومنت، تمام. جميل. يبقى احنا عندنا سميشن مومنت حوالين ايه؟ عندك اول حاجه الفري كابل ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الفري كابل هنكمل هنا، الفري كابل بتاعها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 10^4. وبعد كده عندك البي واي، بي واي بوزيتيف بلس بي واي في الديستنس بتاعتها اللي هي كام؟ اللي هي 8.
وعندك الفورس اللي هي 600 دي هتبقى نيجاتيف 600 في 14 في الديستانس بتاعتك اللي هي كام هنا؟ انت عندك دي بتأثر في النص، انت عندك المسافة دي كلها 14 يعني بتأثر عند 7، يبقى الحتة دي في 4. في حاجة تانية بتعمل مومنت؟ لا، الكلام ده بيساوي 0. ومنها هنطلع مين؟ هنطلع البي واي بيساوي كام؟ يطلع البي واي سوري احنا نطلع هنا اه هنطلع البي واي يطلع بقى 5450. بعد كده نجيب المومنت حوالين النقطة، بعد كده نجيب الفورس سوميشن فورسز ان واي دايركشن ايكوال 0، وادي البوزيتيف. يبقى احنا عندنا في اتجاه الواي اي واي اي واي بلس بي واي ماينس 600 في 14. في حاجة تاني الكلام ده بيساوي 0. نطلع طلعنا اي وبي واي، يبقى تطلع اي واي ايكوال 2950 نيوتن. جميل. طيب هناخد نفس البيم اللي احنا لسه رسمينه ده ونرسمه تاني هنا. ادي البيم بتاعنا، في عندنا ديستريبيوتد لود 600، وعندنا هنا عند النقطة دي في عندنا اي واي قيمتها 2950، وعندك هنا في عند النقطة دي فري كابل 10^4، وعندك هنا فورس 1000، وفي هنا بي واي قيمتها 5450. في حاجة تانية؟ تمام كده. طيب أول حاجة، وعندك عندك هنا في 1000 هنا، وعندك هنا دي 1000 برضو اللي هو الرياكشن بتاعها، والديستانس بتاعتك ديستانس المسافة دي 3 متر، المسافة دي 3 متر، المسافة دي 5 متر، المسافة دي 3 متر. هناخد اسقاطات ليها. اول حاجة عندك thrust force diagram، thrust force diagram thrust force diagram انت عندك قلنا اتفقنا ادي البوزيتيف بتاعنا اهو، هنبص من الناحية الشمال، يبقى ده البوزيتيف ده البوزيتيف وده البوزيتيف. عندك هنا في حاجة بتعمل thrust؟ لا مفيش حاجة بتعمل thrust غير عند النقطة دي. في عندك thrust قيمته 1000 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى هننزل لتحت 1000 ونفضل ثابتين لغايه ما نيجي عند ال1000 الثانيه دي تروح تقفلنا، يبقى هي بتساوي 0 من هنا لهنا. الكلام ده كله بزيرو، وهنا هنا بزيرو، وهنا بزيرو، وهنا بنيجاتيف 1000 نيجاتيف. يبقى انت عندك ثرست فورس هيساوي بيساوي نيجاتيف، هيساوي 0 طبعا، 0 في الناحية دي والناحية دي، بس هو بيساوي نيجاتيف 10^3 أو نيجاتيف 1000 من كام لكام؟ من x بكام؟ من x ب6 لغاية x ب11، والباقي طبعا بصفر. تمام. طيب بعد كده نخش على الشير. الشير هناخد بقى ادي الشير فورس دياجرام. عندك مين بيعمل شير؟ الفورس ديستريبيوتد لود دي بتعمل شير ولا لا؟ عندك ديستريبيوتد لود ده بيعمل شير. تمام. ديستريبيوتد لود ده لو انت هتكتب الشير اوف اكس، الشير اوف اكس عندك ال 600 دي في الديستانس بتاعتك، الديستانس بتاعتك اللي هي عماله تتغير، يبقى 600 اكس. تمام. هنبدا لغايه هنا، يبقى انت عندك من هنا هنا خدت هنا 600 اكس. بعد كده عندك 2900، 2900 يبقى زائد
هناخد دي نيجاتيف، دي نيجاتيف 600 اكس، نيجاتيف 600 اكس زائد 2950 تمام، وبعد كده هنفضل ثابتين لغايه ما نيجي عند النقطه دي، يبقى نيجاتيف 600 اكس زائد 2950 زائد ولا ناقص زائد 5450. الكلام ده من فين لفين؟ هنشوف الاكس دي في الاخر. بعد كده في المرحله الاخيره عندك من هنا لغايه هنا خلاص دي ثابته، يبقى انت عندك ماينس 600 اكس، ماينس 600 اكس الكلام ده من فين لفين؟ الكلام ده من 0 لغايه 3، من هنا لغايه هنا، من اكس ب0 لغايه 3. طب وهنا من اكس بكام لغايه كام؟ من اكس ب3 لغايه 11، من هنا لغايه 11، وفي الاخر عند الحته دي اللي هي من 11 لغايه 14. نرسم بقى الكلام ده، خلي بالك كل الكلام ده فانكشن في اكس تمام، وقلنا بنبدا بالصفر وننتهي بصفر، الايكويشنز هي اللي هتقول لنا الكلام ده. اول حاجه بدات بزيرو، ماينس 600 في 0 ب 0، ماينس 600 في 3 بكام؟ ب 1800، 1800 بالنيجاتيف، يبقى انت عندك هنا نيجاتيف 1800 تمام. بعد كده عندك هنا عند 3 هتأثر هنا، يبقى ماينس 1800 زائد 2950 تطلع كام؟ تطلع 1150، 1150. بعد كده عوض عند 11، عوض عند 11 فين 11؟ 11 اهو، عوض عند النقطة دي، تعوض عند 11 عند اكس ب 11 هتطلع معاك ماينس 3650. ماشي، بعد كده عوض هنا عند 11، عند 11 هتطلع فوق هتبقى 1800. بعد كده عوض عند 14 المفروض تطلع بزيرو. جميل، نبدأ نوصل بقى الخطوط اللي احنا عملناها دي، هتوصل من هنا لهنا كله لينير، خطوط لينير. الحتة دي نيجاتيف، دي بوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف. جميل، تمام. نيجي بعد كده لمين؟ نيجي للبندنج، البندنج مومنت دياجرام. وصل الخط، بندنج مومنت دياجرام. عندك مين بقى بيعمل بندنج؟ بص بقى عايزين نركز في الحته دي، الرسمه بتاعت لو انت جيت تعمل تكامل للرسمه دي، لو جيت تعمل تكامل للرسمه بتاعت الشير هو هيبقى هتروح للمومنت تاني، يعني المومنت هو الديفرنشيشن، الديفرنشيشن بتاعه هو الشير، والشير التكامل بتاعه هو المومنت. جميل، فانت عندك لو عندك حاجه والديفرنشيشن بتاعها يبقى ده هو الاسلوب بتاع الحاجه، الديفرنشيشن هو الاسلوب بتاع الايه، بتاع لو انت عندك كيرف وعايز تجيب السلوب بتاع اي نقطه هات الديفرنشيشن بتاعه هو ده السلوب بتاعك. جميل، طيب يعني انت لو عندك هنا هنبدا نشتغل على دي، لو انت عندك هنا خط ده بيتغير، انت عندك ده نيجاتيف يبقى السلوب بتاع الخط اللي هيظهر هنا يبقى بالنيجاتيف، السلوب بتاع الخط مش قيمه الخط، مش الخط نفسه. جميل، نبدا نشوف بقى الكلام ده. انت عندك هنا المومنت اوف اكس، في الحته في الشرح بتاع الفيديو اللي فات قلنا لما يكون عندك لما يكون عندك مستطيل او فورس متوزعه على شكل مستطيل بنقول ايه؟ بنقول ان هي بي في اكس سكوير على الاثنين. طيب اول حاجه ماينس، انت عندك 600، 600 دي بالنسبه للاشارات اللي عندنا، الاشارات دي لا بالنسبه لل 600 دي تعتبر ايه؟ لو انت بتجيب حوالين النقطه دي يبقى دي هتبقى بالنسبه لك نيجاتيف، يبقى احنا عندنا ماينس 600 اكس سكوير على الاثنين. جميل، بعد كده الكلام ده من فين لفين؟ الكلام ده من اكس بزيرو لغايه اكس بتلاته. بعد كده هناخد ده زي ما هو، الفورس ديستريبيوتد لود مكمل زي ما هو معانا. عندك يبقى ماينس 600 اكس سكوير اوفر 2. بعد كده عندك 2950، 2950 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ 2950 دي هتبقى بوزيتيف، بوزيتيف يبقى بلس 2950 في، انت
عندك هي ال 2950 دي لما انت كنت بتجيب المومنت عند النقطة دي كانت هي موجودة؟ لا، بدأت تجيب من هنا. هل دي بقت ليها قيمة؟ احنا لما كنا بنتكلم، سوري، لما اتكلمت عن المومنت احنا بنجيب المومنت حوالين النقطة، القطع بتاعك او حوالين القلم. انت عندك هنا 600 ماينس 600 في اكس، جميل. لما بدأنا نتحرك كده ماينس 600 في اكس مكملة معانا في اكس سكوير على 2. بعد كده عندك 2950 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف حوالين القلم؟ بالنسبة للإشارات بتاعتنا هي بوزيتيف، يبقى احنا عندنا بلس 2950 في اكس. بس خلي بالك هي ما كانتش بتأثر في الديستانس دي، ففي الديستانس دي بنطرحها منها ونقول ايه، يبقى هنقول اكس ناقص الديستانس اللي قبلها ناقص 3. والاكس عندك بتتغير من كام لكام؟ من 3 لغاية أول تغير ليها هنا اللي هو كام؟ يبقى عندك من اكس بتساوي 3 لغاية 6. بعد كده خد الكلام ده تاني، ماينس 600 في اكس سكوير على 2 بلس 2950 في اكس ناقص 3. بعد كده عندك 1000 أو 10 أس 4، 10 أس 4 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بالنسبة للإشارات اللي فوق دي يبقى بوزيتيف، يبقى أنت عندك زائد 10 أس 4. تمام الكلام ده. هل الألف دي بتعمل مومنت؟ لا، الكلام ده من اكس ب6 لغاية الاكس ما تتغير لغاية كام؟ لغاية 11 اللي هو أول فورس دي. بعد كده هنروح ناخد الكلام ده زي ما هو تاني، ماينس 600 اكس سكوير على 2 بلس 2950 اكس ناقص 3 زائد 10 أس 4. بعد كده عندك ايه بقى؟ 10 أس 4. وبعد كده عندك ال 5450 دي، 5450 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بالنسبة اللي هو حوالين القلم ده تعتبر ايه؟ بوزيتيف، يبقى بلس 5450 في اكس ناقص الديستانس اللي فاتت دي كلها، كل الديستانس دي 3 و3 كام؟ 6، وعندك 5 يبقى كام؟ 11 ناقص 11. الاكس عندك بتتغير من كام لكام؟ من 11 لغاية الاخر خالص اللي هي كام؟ 14. جميل. نبدأ نرسم. عندك أول حاجة، أول حاجة تبدأ بزيرو، ده البندنج مومنت دايجرام. ماينس 600 في اكس سكوير على 2، ماينس 600 في اكس سكوير على 2، يبقى احنا عندك عوض عند زيرو هيبقى بزيرو، عوض عند 3 هتطلع ماينس 2700. ماينس 2700، جميل. بعد كده عوض في المسألة اللي بعدها، عوض عند 3 هتطلع نفس القيمة 1000 ماينس 2700. طب عوض عند 11، عوض سوري عند 6، عوض عند 6 هتطلع معاك ماينس 1950. ماينس 1950، جميل. طيب نيجي بعد كده للحتة اللي بعدها، هنا عوض عند 6، عند 6 في عندك 10 أس 4 زادت، فهتطلع قيمتها 8000. 8050 تطلع قيمة الفورس هنا، دي النقطة دي 8050. طب عوض عند 11، عوض عند 11 هتطلع معاك ماينس 270. ماينس لما نعوض عند 11 هتطلع ماينس 2700. وعوض عند الآخر، عند النقطة الأخيرة دي، عوض في الإكويجن دي عند النقطة الأخيرة تطلع معاك زيرو عند 14. جميل. نبدأ نرسم بقى. انت عندك خلي بالك الايكويشنز بتاعتك كلها نون لينير، اكس سكوير اكس سكوير اكس سكوير واكس. لما تيجي تشتغل الخطوط بتاعتك تشتغلها كيرفد، جميل. طيب لما هنيجي نفصل من هنا لهنا، من هنا لهنا، انت عندك احنا قلنا ده السلوب بتاعك، يبقى انت عندك السلوب عند النقطه دي بكام؟ السلوب عند النقطه دي بزيرو، يبقى هنبدا من هنا هيبقى تانجنت. بعد كده نبدا نشوف السلوب بتاعنا نيجاتيف ولا بوزيتيف. السلوب عند هنا بيبدا يبقى نيجاتيف، يبقى احنا هنبدا كيرفت كده لغايه ما نوصل عند النقطه دي ونعوض ايه، نعوض هنا. يا اما هترسمها بالطريقه اللي بقول لك عليها دي، يا اما تبدا تعوض عند كل نقطه عشان ترسم الكيرف، جميل. طيب النقطه اللي بعدها، انت عندك هنا حصل ايه؟
حصل، خلي بالك حصل هنا في النقطة دي حصل انقلاب. جميل، يعني حصل، كنت انت بتتكلم في بوزيتيف، عندك سلوب بوزيتيف، بعد كده بدأ يتقلب بقى نيجاتيف، فاحنا هنبدأ نمشي من هنا لغاية هنا، نمشي من هنا لغاية هنا هيبقى بوزيتيف، تمشي لغاية كده هيطلع كيرف بالشكل ده بوزيتيف، وبعد كده هتيجي هنا تروح تقلبه. جميل، طيب بعد كده عندك حصل مرة واحدة سادن تشينج، طلعنا لفوق لغاية 8050. جميل، بعد كده هتيجي من هنا لهنا هتتحرك، عايز تنزل هنا، السلوب عندك في النقطة دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ السلوب نيجاتيف، يبقى انت هتبدأ تتحرك كده، تتحرك بسلوب نيجاتيف اهو. تمام، جميل، وعملنا الكيرف بتاعنا كده اهو، السلوب بتاعه نيجاتيف. جميل، نيجي عند النقطة دي، النقطة من هنا لهنا السلوب بتاعنا ايه؟ بوزيتيف، يبقى هنطلع بالطريقة دي بوزيتيف، وخلي بالك هنا في حصل سادن تشينج، تطلع تانجنت لده وتطلع فوق تقفل اللاين بتاعك. تمام، هنا عندك الإشارة نيجاتيف، وعندك الإشارة هنا بوزيتيف، وعندك الإشارة هنا نيجاتيف، نيجاتيف سوري. تمام، ونعمل التهشيل بتاعنا. كده مسألة ايه؟ مسألة كده تمام. شكرا.